بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه جميعا؟ ان شاء الله النهارده نكمل رحلتنا في منهجيه اللين، وناس كتير قوي الاسبوع اللي فات على الخاص طلبوا مني يا هندسه عايزين ريفيجن، لان في ناس جديده ما دخلتش ولسه داخله منضمه معانا للكورس، فقالوا لي يا هندسه في حاجات واقعه مننا وفي حاجات لازم حضرتك تشرحها لنا او تعيدها لنا. فانا النهارده يعني هقول في عجاله، المحاضرتين اللي فاتوا كانوا بيتكلموا عن ايه، بس الكلام ده بسرعه جدا لاني انا عايز الحق النهارده واشرح حاجه في التولز بتاعت اللين مانيفاكشر. احنا خدنا في المحاضره الاولى اول حاجه خدناها الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز، اللي هي مراحل تطور الجودة، وكانت بداية من ضبط الجودة الكواليتي كنترول، ودوت كان سنة 1900 من 1917 ل 1939. دي كانت أول مرحلة عندي في تطبيق الجودة. بعد كده دخلنا على المرحلة الثانية اللي هي ضبط الجودة الإحصائي، اللي هي الاستاتيستيكال كواليتي كنترول، اللي هي كانت في الفترة ما بين سنة 39 لسنة 45. بعد كده دخلنا في مرحلة جديدة من مراحل الجودة، اللي هي ضبط الجودة الشامل، اللي هو التوتال كواليتي كنترول، وكان في الفترة ما بين 45 لسنة 80. وبعد كده دخلنا في مرحلة توكيد الجودة، اللي هو الكواليتي أشورنس، وكان بيتطبق ما بين الفترة من سنة 80 ل 87. ودخلنا في مرحلة إدارة الجودة الشاملة، التوتال كواليتي مانجمنت، اللي هي تقريبا من سنة 87 لوقتنا هذا. وبعد كده آخر مرحلة عندنا في من مراحل الجودة أو من تطور مراحل الجودة في الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز، اللي هي 6 سيجما، وكانت في منذ سنة 79 لما فيليب كروسبي عمل الكتاب بتاعه الشهير سنة 79، اللي هو كان بيسمى الكواليتي از فري، لغاية وقتنا هذا. ده باختصار شديد اللي انا شرحته في اول محاضره في الكواليتي ديفلوبمنت ستيجز. بعد كده دخلنا في اللين ميثودولوجي، اللي هي منهجيه اللين، وقلنا تعريف بسيط ليها، هي المنهجيه الخاليه من الهدف. يبقى منهجيه اللين اختصار او تعريف بسيط ليها هي المنهجيه الخاليه من الهدف، وغالبا ما تسمى الرشيق، وغالبا ما تسمى الرشيق. وقلنا ان من احدى استخدامات منهجيه اللين هي اللين مانيفاكشرنج، وادينا تعريف لللين مانيفاكشرنج، وقلنا هو برنامج منظم لتحسين ممارسات الانتاج، وتركز على زيادة القيمة للعميل وتحسين عمليات التصنيع من خلال تقليل التكلفة ووقت الإنتاج عن طريق تقليل الهدر والفواقد أو حتى القضاء عليها. تمام؟ وقلنا في مبادئ نابعة من الإدارة في الصناعات التحويلية اليابانية، اللي هي نظام التي بي اس، اللي هو تويوتا برودكشن سيستم. تويوتا برودكشن سيستم خد منهجيه اللين، وهنشرح في الاوريجنز والهيستوري دلوقتي منهجيه اللين ظهرت ازاي وامتى ومين اللي بدا في اكتشافها وطبقها ازاي وطبقها ليه ومين اللي خدها وطورها بعد كده. طيب، قلنا ان التي بي اس، اللي هي مبادئ التي بي اس، اللي هي
اللي هي تويوتا برودكشن سيستم، عملت نظام عندها في تطبيق اللين اللي هو اوصل بالبرودكتيفيتي، في زياده في البرودكتيفيتي وزياده في الكوست وزياده اسف في الكواليتي وتقليل في الكوست، فالبروفيتابيلتي اللي هي الربحيه بتزيد. وقلنا ان في مراحل زي ما قلنا للجوده في مراحل تطور، هيبقى في اللين مانيفاكتشرنج في مراحل. فهنقول كده في عجاله، اللين مانيفاكتشرنج ديفلوبمنت ما قبل القرن العشرين، جه واحد اسمه بنجامين فرانكلين. بنجامين فرانكلين دوت قبل القرن العشرين فكر اللي هو يقلل من الحد من النفايات. يبقى جه بنجامين فرانكلين وقلل في الحد من النفايات، وعمل مبدأ أو هدف ليه إن التكاليف الغير ضرورية أهم من زيادة المبيعات. يبقى جه بنجامين فرانكلين قبل القرن العشرين، ده أول بني آدم على وجه الأرض ابتدى يفكر في تطبيق اللين مانيفاكتشرينج. ابتدى يفكر في تطبيق اللين مانيفاكتشرينج. ففكر في ايه؟ قال لك انا هقلل من الحد في النفايات وهجنب التكاليف الغير ضرورية. وقال لك ان التكاليف الغير ضرورية دي اكثر من زيادة المبيعات. وطبعا هنري فورد الامريكي اللي هو رجل الصناعه الامريكي اللي طبعا فتح مصنع فورد للعربيات، اشار ذلك ان فرانكلين له تاثير كبير في تطبيق التصنيع في الوقت المناسب اللي هو الجاست ان تايم. يبقى خلصنا كده من مرحله بنجامين، اول واحد فكر في اللين مانيفاكتشرنج. جه بعدي واحد تاني اسمه لي ويتني. لي ويتني دوت سنة 1799 أول من صنع ماكينة حلق القطن، كما تمكن من صناعة الأسلحة وفكر في السبير تايم اللي هو يشيل جزء من الإيه؟ من السلاح، أو جزء من السلاح البايظ أو اللي فيه ويعمل له ريبير ويستخدم السبير بارتس. خلصنا من مرحلة القرن ما قبل القرن العشرين، دخلنا في القرن العشرين اللي هي المرحلة الثانية من اللين. وجي واحد اسمه تايلور أو اسمه بالضبط فريدريك وينسلو تايلور، ودوت يعتبر رائد الإدارة العلمية، وسمى عمل اختراع أو عمل حاجة تخص لي واتذكرت باسمه اللي هي التوحيد القياسي الستاندرزيشن، ونشر ذلك في كتابه مبادئ الإدارة سنة 1911. بقى تايلور عمل كتاب بتاع التوحيد القياسي. جه بعديه هنري فورد سنة، ابتدى هنري فورد رجل الصناعة طبعا الأمريكي المشهور، ابتدى عمل مصنع سيارات، وابتدى يصنع فيه السيارات، كانت أول عربية اللي هي موديل تي. وابتدى مهندس أسامة أنت عامل شو للسلايد؟ نعم السلايد عندنا واقف يعني ما بتحرك، انت عامل شو؟ لا ده انا كل ده ريفيجن، ده انا لسه ما دخلتش في المان. كل ده بقول من دماغي معلومات ريفيجن عن المحاضرتين اللي فاتوا هندسه. السلايد دوت اللي هو بدايه شرح النهارده، يعني انا كل اللي انا بقوله ده ريفيجن. طيب شكرا. العفو شباب، كل اللي انا بقوله ريفيجن، ملوش دعوة بالسلايد اللي أنا حطه على الشاشة. تمام؟
كل الناس معايا؟ كل الناس معايا؟ نعم نعم باشمهندس نعم. نرجع لمرجوعنا تاني. قلنا هنري فورد اللي هو رجل الصناعة الأمريكي بعد ما تيلور ابتدى يعمل الكتاب بتاعه مبادئ الإدارة العلمية، ابتدى يجي بعديه هنري فورد فتح مصنع للعربيات وأنتج أول سيارة اللي هي موديل تي، تمام؟ وسنة 1918 ابتدى يلجأ لعملية الإنتاج بالجملة وعمل خط إنتاج متحرك، وابتدى فكر اللين في الماس برودكشن يطلع. طيب جه سنة 30 ابتدى العالم الكبير ديمينج يظهر وابتدى يعمل حاجة اسمها البيديكا سايكل. البيديكا سايكل دي اللي هي الامبروفمنت سايكل اللي هي التحسين المستمر، وابتدى يدرس من سنة 30 لسنة 50. جت أمريكا في الحرب العالمية الثانية بعد ما ضربت اليابان بالقنبلة الذرية، قاعدة عايزة تعوض اليابان، فبعتت ديمينج اليابان من سنة 30 لسنة 50 تقريبا، وابتدى يطور فكر اليابانيين في التحسين المستمر عن طريق بيديكا سايكل. وابتدت الراجل ده بقى اللي اسمه ديمينج راح قاعد مع ناس هناك في اليابان، كان منهم واحد اسمه ساكاتشي تيودا اللي هو الاب، ودوت صاحب شركة تيوتا للعربيات. وابتدى ساكاتشي تيودا يطبق المنهجية عنده، وابتدى يطبق مفهوم الانتاج في الوقت المناسب، وعمل نظام لساكاتشي تيودا سماه تيوتا برودكشن سيستم. ومن الفترة ديت ابتدى منهجية اللين تنتشر، وكانت تطويرها في اليابان. جه بعد سنة 50 واحد اسمه اونو اللي هو يعتبر الاب الروحي لنظام تيوتا، وابتدى يعمل حاجة اسمها البول سيستم اللي هو ربط الانتاج بطلبات العميل، ربط الانتاج بطلبات العميل، وابتدى فكر اللين ينتشر، واللين سانكينج والجاست ان تايم والبول سيستم والشيدوكا يبتدوا من اول اونو في التطبيق. ده كان باختصار شديد كده المحاضرة الاولى. المحاضرة الثانية هنا شرحنا تصنيع الرشيق، وقلنا هو التصنيع الخالي من الهدر، وشرحنا نماذج المودة اللي انا اديت عليها شيت، تمام؟ شيت شيك اللي حضراتكم كلكم بعتوه، وكلكم عملتوا مجهود كويس وبعتوا الشيك شيت، ويعني الله ينور عليكم جميعا. وشرحنا الثمن هوادر، وقلنا ان الثمن هوادر اللي احنا طبقنا عليها الشيك شيت، وقلنا ان الثمن هوادر دول اللي احنا هنطبق فيهم الهوادر، وكل واحد من خلال عمله ابتدى يعمل الايه الشيك شيت. طيب نبتدي نشوف مبادئ التصنيع الرشيق. برضو كانت ريفيجن، خدنا الخمس مبادئ اللي هم افكركم بيهم تاني: الفاليو والفاليو ستريم والفاليو التدفق الفلو والبول والبرفكشن، وخدنا التايم تيرمس وطبقنا اللي هم العشر احكام من الوقت. وهقوله لكم تاني بسرعه كده: زي الاوبن تايم والافيلابل تايم والاب تايم والداون تايم والتشينج اوفر تايم والسيت اب تايم والثروبوت تايم والتاكت تايم والليد تايم والسايكل تايم. هم دول كانوا العشر انواع من الوقت اللي احنا درسناهم وطبقنا عليهم التاكت تايم والسايكل تايم والليد تايم اللي احنا ادينا عليه سؤال او تطبيق في مجال عملنا، وكلكم حضراتكم بعتوه ليا وعملتوا فيه مجهود كبير. طيب اي حد عنده سؤال
في المحاضره اللي فاتت او ايا كان المراجعه قبل ما اخش في محاضره النهارده. في اي حد عنده فيكم سؤال قبل ما ابتدي واخش في محاضره النهارده؟ كده انا لخصت كل اللي فات تقريبا بسرعه يعني. في حاجات طبعا يعني انا ما قلتهاش دلوقتي بس عشان الوقت، يعني انا ايه على ما افتكرت المحاضرتين اللي فاتوا خدت سمري كده للمحاضرتين اللي فاتوا وقلت لكم عليهم، بس طبعا السمري دوت مش 100%. تمام، ابتدي بقى اخش على حاجه جديده في منهجيه اللين وهي ادوات اللين. ادوات اللين اول اداه عندي الفاليو ستريم مابنج. اول اداه من ادوات اللين في اللين مانيفاكتشرنج تولز الفاليو ستريم مابنج، مخطط تدفق القيمه. ابتدي بقى كل الناس تركز معايا النهارده عشان نقدر نشرح على الاقل ثلاث ادوات من ادوات اللين. الفاليو ستريم مابنج هو مخطط يهدف او مخطط يهدف لتدفق القيمه، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل وازاي بنعمله. وهو يعتبر زي ما مكتوب كده في الباوربوينت واحد من اقوى ادوات التصنيع الرشيق. ليه بنقول عليه ان واحد من اقوى ادوات التصنيع الرشيق؟ لاني بنحط فيه كل المعلومات عن البروسيس من اول الرو ماتيريال حتى الفاينل برودكت حتى الديسباتشي حتى الموجهين او المسؤولين اللي بيدوا الداتا او الانفورميشن بنحطهم في الشغل. فيعتبر كده زي ما مكتوب ان مخطط تدفق القيمه يعتبر واحد من اقوى ادوات التصنيع الرشيق. النقطة الثانية، بيستهدف بشكل رئيسي إلى تدفق القيمة. يعني بيستهدف الـ VSM أو الـ Value Stream Mapping بشكل رئيسي إلى تدفق القيمة. وتحديد مجالات التحسين. وبيتركز مخطط تدفق القيمة على القيمة في السياق ما الذي يكون الزبون على استعداد لدفعه، يعني بنربطه برضو بالزبون، أو ما الذي يجعل المنتج يحقق رضا الزبائن. ويتمثل الهدف الرئيسي لمخطط القيمة هو التقدير المناسب المرتبط ب تدفق منتج معين في جميع انحاء النظام. يبقى تمثل الهدف الرئيسي المخطط تدفق القيمه تقدير الوقت المرتبط. الوقت في تدفق القيمه اللي احنا هنشرحه في التايم لاين يعتبر اهم حاجه عندنا، وهو ده اللي بيلخبط الناس كلها. وهو ده اللي بيلخبط الناس كتير في رسم مخطط تدفق القيمه، بس احنا النهارده هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله. كل ده شوية نظري. طيب، يمكن تكوين مخطط تدفق القيمة لأربع خطوات رئيسية، أربع خطوات عندي مهمة في مخطط تدفق القيمة: تحديد عائلة المنتج، وإنشاء مخطط تدفق القيمة الحالية، وإنشاء مخطط تدفق القيمة المستقبلية، وإنشاء خطة العمل. هم دول الأربع خطوات الرئيسية المهمة عندي
في مخطط تدفق تلقي. عندي الـ Elements of Value Stream Mapping اللي هي عناصر مخطط تدفق تلقي. نركز بقى من دلوقتي. كل اللي أنا قلته كده كانت مراجعات على المحاضرات اللي فاتت، وشوية الحاجات اللي أنا قلتها في الأول في الـ Value Stream Mapping دي حاجات نظري. من أول بقى الـ Elements of Value Stream Mapping نبتدي نركز مع بعض. عندي أول معلومة بحطها في الشرط حاجة اسمها الـ Information Flow. الـ Information Flow اللي هو تدفق المعلومات. كل الناس معايا؟ كل الناس معايا؟ لا أستاذ علي نديم، الأسئلة دي بقى يعني نخليها للآخر بقى. أستاذ علي نديم أنت كنت معايا في كورس 6 سيجما. طيب إحنا بنشرح الليد دلوقتي، أنا مش هقدر أقول لك دلوقتي الفرق ما بين 6 سيجما واللين لأن الوقت يعني مش هيسعف. بس اللين باختصار يا أستاذ علي عشان حضرتك عزيز عليا يعني من الكورس اللي فات، اللين بركز فيها على التقليل الهدر، شغال على المخرجات والهوادر وبعمل لها ريديوسنج. السكس سيجما بقلل التباينات والاختلافات. تمام كده يا استاذ علي؟ عشان كده ده مجموعة وخلوها لين سكس سيجما، شغال على الهوادر وشغال على ايه؟ سكس سيجما. تمام؟ تمام. هنشوف بقى ايه يعني، ارجوكم خلوا يعني الاسئله في اخر المحاضره على اساس يعني اللي انا اقدر يعني افهمكم الجزء اللي هيتشرح لنا. اول عنصر عندي مهم من الفاليو ستريم مابينج اللي هو الانفورميشن فلو اللي هو تدفق المعلومات. تدفق المعلومات بيظهر تدفق الأنواع الرئيسية من المعلومات التي تحدد ما يتم عمله ومتى يجب أن يتم. يبقى أول حاجة أساسية لازم أحطها في الشرط بتاعي الانفورميشن فلو. والانفورميشن فلو اللي هو تدفق المعلومات بيبقى كذا حاجة. وهنقولها دلوقتي وإحنا بنعمل الشرط وبنشرح. يبقى أول نقطة عندي يظهر تدفق الأنواع الرئيسية من المعلومة. أهم أنواع في المعلومة بحطها. قسم إيه؟ هل هو قسم تحضير؟ هل هو قسم رو ماتيريال؟ هل هو قسم تجهيز؟ هل مين اللي مسؤول عن تنفيذ العملية؟ سواء كان المدير أو مدير الإنتاج أو مدير المصنع أو البرودكشن كنترول أو مدير الجودة، بنحطه برضو معانا في الشرط. طيب وبعد كده بيبدأ التدفق بطلب الزبون ويتم عن طريق تتبع جميع العمليات، بقى التخطيط برضه هتتحط والجدولة، وينتهي مع جداول وإشارات الرقابة على أرضية الإنتاج. تمام؟ النقطة اللي بعد كده تدفق المعلومات عادة في الاتجاه المعاكس لتدفق المواد. ناخد النقطة الثانية أو العنصر الثاني اللي هو تدفق المواد الماتيريال فلو، وفي بعض الكتب بيسموه البرودكشن فلو. في بعض الكتب بيقولوا عليه البرودكشن فلو، عشان لما هنيجي ناخد الأمثلة دلوقتي يا باشمهندس أسامة أنت قلت لنا الماتيريال فلو، لا في أمثلة كتير بيقولوا عليها البرودكشن فلو. وفي كتب تانية بتقول البروسيس فلو حسب الترجمة أو حسب نوع الراجل المصمم للفاليو ستريم. طب الماتيريال فلو بيظهر تدفق المواد من المواد الخام إلى السلع تمت الصنع، إلى السلع تمت الصنع حتى وصولها للزبائن. حلو قوي. يبقى هو بيشرح الماتيريال فلو من أول الرو ماتيريال، بعد كده مراحل التصنيع، بعد كده وصول المنتج النهائي للزبون. النقطة الثانية
يظهر هذا التدفق الأجزاء الرئيسية من المعدات وأنظمة المعالجة مع البيانات التي توضح أداء كل قطعة، وبيظهر حجم الخزين على طول التدفق مع البيانات التي تبين مقدار الخزين في المخازن. يعني الفلو الماتيريال فلو يعتبر عنصر مهم جدا، وهو يعتبر الخطوة الثانية في الفاليو ستريم مابينج اللي احنا هنشرحه دلوقتي. اهم حاجة بقى عندي اللي كل الناس بتتلخبط فيها، محدش بيتلخبط في الانفورميشن فلو، ومحدش بيتلخبط في الماتيريال فلو او البرودكشن فلو او البروسيسنج فلو. كل الناس بتتلخفن في التايم لاين اللي هو الجدول الزمني، ولازم يتحط اتاتشد في الفاليو ستريم مابينج. الجدول الزمني باختصار بيعرض الوقت ذو القيمة المضافة مقارنة بالوقت ايه اللي هو عدم وقت ذو القيمة المضافة. يعني بنحط نوعين من القيمة اللي هو الفاليو ادد والنون فاليو ادد. بنحط القيمة المضافة في الوقت وهنعرف بنحطها ازاي، وبنحط القيمة الغير مضافة في الوقت وهنعرف برضو بنحطها ازاي. يبقى بيعرض الوقت الذي يضيف قيمة بالمقارنة مع وقت الأنشطة التي لا تضيف قيمة، ويعتبر هو مؤشر رئيسي للهدر في العملية، فإنه يدل على تأثير الهدر وليس أسبابه التي ينبغي تشخيصها عن طريق العناصر الأخرى لخريطة تدفق القيم. هذا بقى الشكل اللي احنا هنشرحه. طبعا كل اللي فات دوت انا قلت نظري. هنبتدي بقى نشرح الشغل العملي وازاي نعمل الفاليو ستريم مابينج مع بعض دلوقتي. أرجوكوا بقى اللي مش فاهم حاجة يكتب لي على الشات يقول لي مش فاهم لما بنشرح التطبيق. ده مثال كده أو صورة حاططها أنا. طبعا احنا هناخد أمثلة مثالين. ده غير يعني ده غير المثالين اللي احنا هناخدهم. الانفورميشن فلو بيتحط كده فوق زي ما حضراتكم شايفين. اللي هو العنصر الأول في تدفق القيمة. بعد كده البرودكشن فلو او الماتيريال فلو يعتبر العنصر الثاني زي ما حضراتكم شايفينه كده. وبعد كده التايم لاين الخطوه الاخيره. يبقى الثلاث عناصر اللي انا شرحتهم في الفاليو ستريم مابينج، الانفورميشن فلو، البرودكشن او الماتيريال، بعض الكتب ماتيريال وبعض الكتب برودكشن وبعض الكتب بروسيس. حط الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة اللي هو التايم لاين. والتايم لاين بيشرح حاجتين. زي ما قلت لحضراتكم ان التايم لاين عندي حاجتين بنشرحهم اللي هو القيمة المضافة اللي هي الفاليو ادد، والقيمة الغير مضافة اللي هي النون فاليو ادد. طيب القيمة المضافة باجي اكتبها فين في التايم لاين ده؟ يعني التايم لاين ده كده عامل زي السلم، شايفين؟ زي السلم متدرج سهل اللي احنا نعمله على الجراف، او سهل اللي احنا حتى نرسمه بايدينا، او سهل اللي انت ترسمه على الورد خطوط مستقيمه كده تعمله كده زي السلم. الفاليو ادد القيمه المضافه اكتبها تحت، وقت القيمه المضافه بتتحط فين؟ تحت اهو في الحوض اللي تحت ده. يعني لو عندي قيمة مضافة اللي هي قيمة البروسيس رقم 1 20 ثانية بقى عامل ال 20 ثانية تحت.
وقت القيمه المضافه بتاعته كذا. تمام؟ طيب وهنعرف ازاي بنحسب الحاجات دي دلوقتي بالتفصيل. نقولها حاضر. استاذ محمود كمال بيسال ايه هي القيمه المضافه وايه هي القيمه الغير مضافه. بص يا سيدي، القيمه المضافه اللي بتدي للمنتج قيمه، اللي بتدي للمنتج قيمه يعني ايه؟ يعني ايه؟ اكتب ولا محدش يكتب؟ لان انا كاتب الكلام ده في الايه، في الباور بوينت. الفاليو ادد اللي هي القيمه المضافه بتشير لوقت العمليات التي تضيف قيمه وفقا لراي الزبون. يعني انا الزبون عندي بيقول ان انت كده شغال مظبوط، وان الانتاج بتاعك مظبوط، والمنتج بتاعك ما فيهوش مشاكل ولا عيوب، يبقى ده كده ايه؟ الوقت بتاعك ده خد قيمه مضافه، خد قيمه مضافه مش وفقا ليك ولا المدير، وفقا لمين؟ للزبون اللي هو بيدفع فلوس المنتج ده. يبقى الفاليو ادد تايم او الفاليو ادد هو الوقت. يا بعد اذنكم كل الناس تقفل الميكروفونات، في ناس فاتحه الميكروفونات، اللي فاتح الميكروفونات بس عشان الصوت. يبقى بنقول ان الفاليو ادد تايم الوقت اللي بيشير الى وقت اللي بيشير الى اضافه القيمه وفقا لمين؟ لراي الزبون التي تضيف قيمه للمنتج، والزبون على استعداد لدفع قيمه المنتج. طب الحاجه بقى اللي هي النان فاليو ادد اللي هو غير مضاف للقيمه، اللي هو هدر انتظار، هدر فلوس، هدر تصنيع، سكراب، هدر وقت، كل ده قيمة غير مضافة. كل ده قيمة غير مضافة. أستاذ محمود كمال عرفت الفرق بين القيمة المضافة والقيمة الغير مضافة؟ ومع الأمثلة هتفهم. أستاذ محمود. تمام. بحط أنا عندي القيمة المضافة تحت، أو وقت القيمة المضافة تحت، والقيمة الغير مضافة اللي هي فيها هدر وقت أو انتظار أو عطل بتتحط فوق. تمام؟ تمام. يبقى احنا فهمنا دي طبعا رسمة كده توضيحية عن اللي بيحصل أو العناصر الأساسية في الفاليو ستريم مابينج، اللي هو الانفورميشن فلو، البرودكشن فلو، او الماتيريال فلو، او البروسيس فلو، او والعنصر الثالث وبعض الاحيان ماتيريال فلو زي ما انا كاتب في الباربو. والخطوه الثالثه اللي هو التايم لاين، وعرفنا التايم لاين بندرس فيه ثلاث حاجات. بندرس في التايم لاين القيمه المضافه، قيمه الغير مضافة، والليد تايم. الليد تايم افكركم بالليد تايم اللي احنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت، هو الوقت اللي بيستغرقه المنتج في التدفق عن طريق تيار قيمة، او العملية من البداية للنهاية. الليد تايم بقى بيعمل ايه؟ بيجمع كل حاجة مع بعضيها، القيمة المضافة، وقت القيمة المضافة، زائد وقت القيمة الغير مضافة، هو ده اللي طيب. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم على الشات. اللي مش فاهم المنظر ده يقول لي مش فاهم هندسة. أنا شرحت باختصار الثلاث عناصر بتوع الفاليو ستريم مابينج. العنصر الأول فورميشن كلو، العنصر الثاني البرودكشن او
الماتيريال او البروسيس فلو، بعد كده التايم لاين، وقلنا ايه اللي بيتكتب في التايم لاين. التايم لاين بكتب القيمه المضافه تحت التايم لاين هنا زي ما انا مشاور عليها بالسهم كده، والقيمه الغير مضافه اكتبها فوق. يعني لو القيمه الغير مضافه عندي طبعا احنا شغال اسمه تايم لاين، هيبقى هدر وقت، هيبقى هدر وقت، بكتب هدر الوقت فوق او وقت الانتظار فوق، والقيمه المضافه اللي هو الوقت الفعلي للعمليه بكتبه تحت. ولما بجمع الاثنين الفاليو ستريم مابنج، هنشرح مثال مع القيمه المضافه، لما بجمع الفاليو ستريم اللي قصدي الفاليو ادد مع النون فاليو ادد، هو ده اللي طيب. طيب كل الناس بتقول لي عايزين مثال، نركز بقى مع بعض في المثال اللي جاي. في كيس ستادي، نشوف الاول التعريف اللي انا قلت عليه اللي هو الفاليو ادد تايم، يشير الى الوقت العمليات التي تضيف قيمه وفقا لراي الزبون الذي يضيف قيمه الى المنتج وهو على استعداد لدفعه. الليد تايم هو الوقت اللي يستغرقه المنتج في التدفق عن طريق تيار القيمه او العمليه من البدايه للنهايه. ده باختصار الحاجتين. وفي تعريف ثاني للليد تايم اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، الوقت الاجمالي من الطلب والتسليم بما في ذلك وقت الانتاجيه ووقت الفحص ووقت النقل ووقت الانتظار. طيب المثال اهو بقى، الكيس ستادي اهو بقى، نركز بقى مع بعض كل الناس معايا في الكيس ستادي دوت، ان شاء الله هتفهموا مع بعض. الليد تايم الفاليو ادد تايم والنون فاليو ادد تايم، صح مهندس زياد كتب تعريف بتجمع الفاليو ادد والنون فاليو ادد. شايفين المثال ده؟ الخطوة الأولى اللي فوق اللي هي الكاستومرز والبرودكشن كنترول والسبلاير، ده بنسميه الانفورميشن فلو، الانفورميشن فلو. طيب خلي بالكم المثال اللي أنا مديه دوت لمصنع أسمنت، لمصنع اسمنت، يعني الكيس ستادي دي لمصنع اسمنت. وطبعا اي مصنع اسمنت في الدنيا بيبدا بالكراشنج، يعني السحب، وبعد كده الميلينج للطحن والروتر كلين وسمنت بروسيسنج والديسباتش، دي العمليات بتاعه الاسمنت. ماشي؟ طيب يبقى نحط فوق او نرسم كده باختصار الايه؟ الانفورميشن فلو. والانفورميشن فلو عندي بيجي من ثلاث اتجاهات، الكاستمر العملاء، والبرودكشن كنترول اللي هو بينسق عمليه التصنيع، والسبلاير اللي هو المورد اللي بيورد لي الماده الخام. سبلاير اللي هو بيورد لي الماده الخام، يبقى ده كده الانفورميشن فلو. النقطه الثانيه البرودكشن فلو او البروسيس فلو او الماتيريال فلو، كل ده صح، يعني كل ده يعتبر في الخطوه الثانيه صح، بدايه من الكراشنج والميلينج والروتري كلين والسيمن بروسيسنج والديسباتشنج اللي هو الشحن. وزي ما شايفين كده السايكل ماشيه، السايكل ماشيه، الكاستمر بيدي للبرودكشن كنترول اوردر اللي هو عايز يشتغل، فالبرودكشن كنترول يبتدي يشتري الخامه من السبلاير، السبلاير هيجيب الخامه هيديها للكراشنج، اول عمليه عندي في عمليات التصنيع اللي هي الكراشنج، بعد كده الميلينج، بعد كده الروتري كلين، بعد كده عمليه الاسمنت بروسيسنج، بعد كده الشحن الديسباتش، وهكذا السايكل كيف. طيب ايه اللي مكتوب تحت الكراشنج ده؟ اللي مكتوب تحت الكراشنج حاجتين. طبعا المثال ده انا بشرح بس المثال، بعد كده الشرح انا يعني عامل الشرح بالتفصيل بعد المثال.
دقيقة واحدة بس هتفهم كل حاجة. لا 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 الكلام دوت يعني value stream mapping ما فيهوش سيت اب تايم، ما فيهوش سيت اب تايم. دقيقة واحدة نشرح المثال عشان تفهم الأول الفاليو ستريم مابينج، وبعد كده أنت ممكن تكتب بقى أي أنواع الوقت اللي أنت عايزها. الكراشنج هنا السي تي دي اللي هي السايكل تايم 10 ثواني، والأب تايم هنا عندي 85%. الميلينج السايكل تايم 9 ثواني. خدت بالك؟ طيب الروتر جلين 12 ثانية. كل دي قيمة إيه؟ مضاف يعني ال 10 ثانية والتسع ثواني وال 12 ثانية وال 14 ثانية قيمة مضافة، صح؟ تمام. طيب احنا اتفقنا القيمة الغير القيمة المضافة بتتكتب تحت اللي هي وقت العملية أو الوقت اللي ما فيهوش هدر أو الوقت اللي بتحصل فيه العملية، هتقوم منزلها تحت 10 9 12 تمام 14 وهكذا كده. دي ما فيهاش مشكله، خدت القيمه المضافه وقت القيمه المضافه اللي هي محطوطه اللي هي في السايكل تايم بتاعه العمليه حطيتها تحت كده. حد مش فاهم النقطه دي؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ بحط القيمه الغير بحط القيمه المضافه تحت زي ما اتفقنا اللي هو وقت العملية، وقت العملية ايا كانت بقى المثال بيقول ايه. طيب هو هنا في المثال ما هي السايكل تايم اللي هو وقت العملية اللي هو النت برودكشن تايم، فاكر؟ على النمبر اوف يونتس بروديوس، القانون اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت، فاكره؟ خبر ابيض. واحد بيقول لي السايكل تايم ايه؟ السايكل تايم هو مديهولك 10 ثواني اللي احنا كنا بنقول عليه في المحاضره اللي فاتت. طبعا انا مش هقدر اشرح القوانين كلها بتاعه المحاضره اللي فاتت اللي هي بتاعه التايم تيرمز. تمام، هو افتكر اهو استاذ امير افتكر. طيب السايكل تايم يا استاذ امير اللي هو كنا بنقول عليه النت برودكشن تايم على النمبر اوف يونتس تايم، هو هنا مديهولي ب 10 ثواني. افتكرت؟ طب الحمد لله. حطيت ال 10 ثواني بتوع ايه السايكل تايم وحطيت. طب الاب تايم مين حد فاكر الاب تايم؟ حد فاكر الاب تايم طيب؟ اللي انا كنت شرحته في المحاضره اللي فاتت. طيب الاب تايم اللي هو الافيلابل تايم ناقص الداون تايم. طب لو هو مدولك برسنتج او ريشيو بنقول ايوه الله ينور استاذ زياد. طب لو دي بقى لو كانت ارقام، طب لو نسبه، كل الناس تكتب معايا الحته دي في النوت بوك. الاب تايم لو نسبه مش ارقام هيبقى 100% ناقص الداون تايم. الله ينور استاذ ايهاب، ده جاوب استاذ ايهاب، جاوب استاذ ايهاب، جاوب. الله ينور استاذ ايهاب. من قبل ما انا اقول استاذ ايهاب كتبها على الشات، قال ان الافيلابل الاب تايم بيساوي 100% ناقص الداون تايم. هو قال لي النسبه لما تكون افيلابل تايم. ماشي، يبقى لما تكون ارقام الاب تايم بيساوي الافيلابل تايم ناقص الداون تايم. طب لما تكون ريشيو ونسبه يعني برسنتج، هيبقى الاب تايم بيساوي 100% اللي هي واحد يعني ناقص الداون تايم. كل الناس معايا كده؟ كل الناس فهمت الرقمين دول مكتوبين ازاي اللي هم السايكل تايم والاب تايم؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم الارقام اللي هي السايكل تايم والاب تايم والفاليو ادد؟ قبل ما اخش على النان فاليو ادد، طب تمام. اللي مش فاهم يكتب لي هندسه انا مش فاهم على الشات. يبقى احنا كده خدنا الفاليو ادي كتبناها تحت في السلم في التايم لاين زي ما حضراتكم شايفين، اللي هم ال10 وال9 وال12
وال 14 اقوم مجمع دول اجيب التوتال فاليو ادد اللي هو 45 سنه، اللي هم ال 45 سنه. تمام؟ طيب النون فاليو ادد اللي هو وقت عدم اضافه القيمه، وقت عدم اضافه قيمه او وقت الانتظار، وقت الانتظار اللي هو بنرمز له دايما رمز المثلث اللي فيه اي، ده اي حاجه فيها مثلث كده في الفاليو ستريم مابنج تعرف ان في وقت انتظار. ماشي ماشي. طيب وقت الانتظار بتاعي اللي هو النون فاليو ادد 4 ايام في العمليه الاولى اللي هي الكراشنج، والعمليه الثانيه الميلينج 5 ايام، والروتري كلين 9 ايام، والسيمن بروسيسنج 5 ايام. جمع الايام كلها بتاعت عدم اضافه القيمه اللي هي وقت الانتظار، حصلت وقت انتظار لقاه 23 يوم. الله ينور عليكي استاذه هيام، ذكي فعلا، جمعت النون فاليو ادد 4 و5 9 9 و9 18 18 و5 23. يبقى هم دول الارقام كلها اللي مكتوبه عندك في المثال. تمام؟ طيب في حاجه ثانيه عايز اقول لكم عليها، انا عايز احسب الليد تايم. ممكن تجاوبوا معايا؟ حد يقدر يحسب لي الليد تايم؟ سؤال ليكم موجه اهو، انا شرحت لكم الارقام اللي مكتوبه كلها ايه. حد يقدر يحسب لي الليد تايم؟ استاذ زياد الله ينور، صح. في حد تاني عايز يجاوب؟ استاذ زياد جاوب اجابه صح. لا استاذ محمد كمان، خلي بالكم الايام دي لازم يعني حددها لي، وبعد كده هنحولها بقى لما اجي احل دلوقتي معاكم المثال لثواني. ما هو لازم يبقى يعني الايام تتحول لثواني عشان تبقى الايه؟ التايم واحد. طيب استاذ محمود كمان، لا مش مظبوط بالظبط بالظبط. ايوه تمام تمام 23 يوم بلس ال 45 ثانية، صح صح أستاذة ليلى الله ينور. فاليو ادد بلس النون فاليو ادد، برافو. لا أنا عايز رقم، يعني حد يقول لي رقم، عايز رقم عشان أقدر أوصل لكم الليد تايم الرقم بتاعه حسبته إزاي. يعني كل الناس جاوبت الله ينور الله ينور، 23 يوم بلس 45 سنة، تمام تمام الله ينور. بصوا بقى ده أستاذ محمد الشرقاوي حسبها لي بالثانية، ده الله ينور عليك، وجاب الرقم صح 198 مليون و2 زي ما أنا عامل في الباور بوينت. طيب يعني الراجل حولها لثواني، حول اليوم لساعة وحول الساعة لدقيقة، طبعا حول الأيام لساعة تضرب في 24 ساعة، وبعد كده بتضرب في ال 24 ساعه في 60 دقيقه واديها ل 60 ثانيه، وضرب الرقم ده كله وجاب لي الرقم النهائي صح 198 مليون و245. الله ينور الله ينور، ده الناس حولتها لثواني. برافو عليكم كلكم، برافو عليكم برافو عليكم، الناس كلها جاوبت الناس كلها جاوبت، برافو عليكم. طيب ابتدي أرجوكم اقفل الميكروفونات بعد إذنكم، لأن في كيس ستادي لازم تفهمه.
الفاليو ستريم مابينج، لان كل واحد هيعملها لي في مجال عمله الاسبوع الجاي. يعني هتحط لي كده العمليات بتاعت مراحل الانتاج بتاعتك بتبدا من ايه وبتنتهي بايه، وهتعمل لي المنظر اللي انت شايفه ده، وتحط لي السايكل تايم كذا، وتحط لي الاب تايم كذا، تمام؟ فكل الناس لازم تفهم معايا عشان تعرف تطبق في مجال عملها. انا قلت شويه النظري وقلت المراجعات اللي فاتت بسرعه عشان اوصل للموضوع ده وتفهموا معايا. طيب ايه معنى الاب تايم؟ سؤال برضو موجه ليكم، ايه معنى ان الاب تايم عندي 85%؟ حد يقدر يجاوب السؤال؟ طالما هي ريشيو ونسبه برسنتج، هتبقى ايه علاقه ما بين ايه ريليشن ما بين الاب تايم والداون تايم. يعني الداون تايم عندي كام؟ انا بسهل لكم الاجابه. الله استاذ ايهاب، الداون تايم 15%، برافو عليك، خلاص هو حلها. استاذ ايهاب قال لك مينز 15% داون تايم، بتعني ان 15% داون تايم، صح. استاذه فاطمه 15% داون تايم، الله ينور عليكم. لا الناس مصحصحه معايا النهارده. طب تمام الله ينور. استاذ صهيب 15% داون تايم، تمام الله ينور عليكم جميعا، الله ينور كل الناس جاوبت، الله ينور عليك. يبقى لما يقول لك اب تايم 85% 90% 85%، يبقى الداون تايم هنطرح من المعادله اللي انا قلت لكم اكتبوها، هتبقى 15. لو 90 تبقى 10، 60 تبقى 40، خدت بالكم؟ المكمل لل 100%. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليكم جميعا. بس حد مش فاهم الارقام اللي مكتوبه قدامكم دي؟ اللي مش فاهم في المثال ده الارقام دي يقول لي انا مش فاهم يا باشمهندس اسامه، الحته الفلانيه اعيدها تاني. طيب انا هقول لكم الحل ايه بقى دلوقتي. الليد تايم، كل الناس بقى تركز معايا، الليد تايم النون فاليو ادد جمعنا كل الحاجة اللي هي 23 يوم. طيب تمام، اللي هي طبعا عارفين ال 23 يوم جم منين، صح؟ جمعنا الأربعة مع الخمسة مع التسعة مع الخمسة اللي هي الأيام اللي فوق كلها، طلعوا 23 يوم، تمام. الانفنتوري طبعا يعتبر وقت انتظار زي السيت اب تايم. مش انا شرحت كده الاسبوع اللي فات ولا ايه؟ عشان انا قلت لكم الشينج اوفر تايم والسيت اب تايم يعتبر والويت ويعتبر ويتنج. تمام في حاجه؟ انتوا كده فاهمين ال 23 يوم جم منين؟ ازاي مش فاهمين؟ في حد كده؟ عيد تاني؟ حاضر. ارجع تاني للرسمه. شايفين حضراتكم الايام اللي فوق اللي هي الاربع ايام اللي هو يعتبر قلنا عليه وقت انتظار، ايا كان بقى اسمه. محدش يقول لي عشات انفنتوري، محدش يقول لي ويتنج، محدش يقول لي عطل، محدش ايا كان وقت الانتظار، وقت انا مستني خامه ما جاتش المصنع، كل ده يعتبر نون فاليو ادد. انا مستني حاجه تخش العمليه، انا بحسب العمليه الفاليو ادد الفعلي، الوقت الفعلي ليها، الوقت الفعلي ليها، خلاص. مش فاهمين برضو؟ اهي الأربعة مع الخمسة مع التسعة مع الخمسة، جمعت دول طلعت 23 يوم.
امال الناس كانت فاهمه ازاي معايا؟ طيب ادي ال 23 يوم اللي هم وقت عدم اضافه القيمه النون فاليو ادد. طيب الفاليو ادد اللي هم ال 45 ثانيه عارفين جت منين؟ جمعنا ال 10 مع ال 9 مع ال 12 مع ال 14 اللي هي الارقام اللي تحت. تمام؟ كل الناس معايا؟ طب تمام. لا لسه السايكل تايم دي اخش فيها يا استاذ زياد. لسه انا بشرح دلوقتي لغايه دلوقتي الليد تايم احسبه ازاي. تمام يا استاذ زياد؟ هقول لك بنحسب السايكل تايم ازاي. تمام؟ فكل ده بحسب ايه؟ اول حاجه الليد تايم. طيب الليد تايم اهو حولت ال 23 يوم لثواني زي ما حضراتكم جبتوها. ضربت ال 23 يوم واليوم فيه كام ساعه؟ 24 والساعه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه. ضربت القيمه دي طلعت بالرقم دوت اللي هو 19 مليون و780 و200 بلس ال 45 ثانيه طلع الرقم ايه؟ يبقى الليد تايم بتاع مصنع الاسمنت دوت مفروض 1,987,245 سنه. عرفتوا الرقم ده منين؟ انتوا حسبتوه وبعتوه لي على الشات دلوقتي. عرفتوا الرقم ده منين؟ عرفتوا رقم الليد تايم جه منين؟ حولت ال 23 يوم لثواني اللي هو 1,987,200 ثانية بلس الفاليو ادد بتاعتي اللي هي 45 ثانية طلع 1,987,245 ايه؟ ثانية. في حد مش فاهم الليد تايم جبته ازاي؟ اللي فاهم يكتب لي فاهم واللي مش فاهم يقول لي عيد يا هندسة. في الليد تايم ايوه الليد تايم بالثواني تمام تمام حلو الكلام. بعد ما حسبت الليد تايم اخش بقى على حاجه جديده اللي هي ايه؟ السايكل تايم. احسب السايكل تايم ازاي؟ نرجع تاني للايه؟ للبيان. افكركم بالرسمة. أنا عندي هنا أهو السايكل تايم اللي إحنا كنا بنقول عليه النت برودكشن تايم على النمبر أوف يونتس بروديوسد اللي هو في العملية الأولى بتاعت الكراشنج 10 ثواني. 10 ثواني. بعد إذنكم اقفلوا الميكروفونات. كل واحد فاتح ميكروفون يقفله عشان أعرف أشرح. باشمهندس اسامه انا راح اعمل ميوت اول وراح انت تشغل المايك مره ثانيه من عندك. الناس كل شويه تعمل الميكروفونات ف طيب ماشي. تفضل باشمهندس اسامه شغل المايك بس من عندك. تفضل سامع. انا فاتح كده كويس سامعني؟ سامعين سامعين تفضل باشمهندس. اشتغل طيب. خلاص السايكل تايم هنا بتاع العمليه الاولى اللي هي الكراش. بنشوف السايكل تايم دوت بالقانون اللي احنا حفظناه قبل كده وعرفناه في المحاضره اللي فاتت كل الناس فاهماه اللي هو بتاع النت برودكشن تايم على النمبر اوف يونتس بروديوس. هو مديهولي هنا ب 10 ثواني. ب 10 ثواني. طيب بعمل ايه بقى عشان احسب السايكل تايم لكل العمليه دي؟ باخد ال 10 ثواني دول واجمعهم مع النن
فاليو ادد اللي هم الاربع ايام بلس العمليه الثانيه الميلنج التسع ثواني بلس خمسه ايام ال 12 ثانيه بلس تسعه ايام ال 14 ثانيه بلس خمسه ايام واجمع كل دول هحسب التوتال سايكل تايم بتاع العمليه ازاي. نرجع بقى للمثال بتاعي. هو ده اللي انا عامله. السايكل تايم خدت العشر ثواني بتوع السايكل تايم بتوع العمليه في وقت الانتظار بتاع العمليه. وقت انتظار العمليه ماليش دعوه بقى بوقت انتظار التفاصيل. ما حدش يقول لي هندسه انفنتوري، ما حدش يقول لي الخامه ما جاتش، ما حدش يقول لي السيب تايم، ما حدش يقول لي الشينج اوفر تايم، ايا كان بقى وقت عدم اضافه القيمه، ايا كان نوع وقت عدم اضافه القيمه اللي هم الاربع ايام. فاهمين؟ اللي فاهم اكتب لي فاهم. اللي كان بيسالني دلوقتي على السايكل تايم استاذ زياد، استاذ زياد اللي كان بيسالني من شويه على السايكل تايم استاذ محمد. اه الله ينور يا استاذ محمد. استاذ محمد مسعد النهارده يعني بصراحه راجل متفوق جدا، وهو بعت لي الشيت عمل لي الفاليو ستريم مابنج اللي انا بشرحه دلوقتي ده. هو حلل لي الاجابه او الكيس ستادي اللي احنا شرحناه الاسبوع اللي فات بي كمان بالفاليو ستريم ماب. هو كان على خلفيه بيه. الله ينور يا استاذ محمد، عمل شغل عالي يعني. طب تمام، كل الناس فاهمة؟ طيب بجمع العشر ثواني مع وقت الانتظار بس بحوله للثواني. ما هو ما ينفعش اجمع ثانية مع يوم، لازم تبقى وحدة. الوحدة القياس بتاعتي متساوي. بجمع العشر ثواني مع وقت الانتظار ايا كان بقى وقت الانتظار، في المخزن لسه ما جاش الشركه، في مشكله في الديزاين ولسه ما سمحناش للمخزن يصرف خامه، بنظبط رسومات، ده يعتبر وقت انتظار. ده يعتبر وقت انتظار اللي انا بكتبه في التايم لاين فوق، اللي انا بعمله في التايم لاين فوق. واخد كل سايكل تايم اللي هو النت برودكشن، طبعا عرفنا ان السايكل تايم اللي هو النت برودكشن تايم على النمبر اوف يونتس بروديوس، واجمعه مع وقت الانتظار بتاعها في الاخر هيديني التوتال سايكل تايم اللي هو 19 مليون و772 الف و45 سنه. 19 مليون و700 و872 الف و45 سنه. اللي مش فاهم السايكل تايم يكتب لي هندسه انا مش فاهم اشرحها من تاني. خلي بالكم انا هطلب الفاليو ستريم مابنج الاسبوع الجاي. مهم جدا. عايز كل الناس تطبق في مجال عملها الفاليو ستريم. مهندس هدير، لا هو مش لازم يطلع الرقم ده، انت بقى بتجمعي حضرتك، بتجمعي ده الناتج بتاعه كذا وده الناتج بتاعه كذا وده الناتج بتاعه كذا. يعني لو انت جيتي شايفه المعادله اللي فوق دي اللي هي 10 ثواني زائد 4 4 في كذا، لو جمعت ده زائد ده، يعني لو كل واحد دلوقتي عنده معاه آلة حاسبه يفتحها معايا
على اللاب بتاعه، يفتح الآلة الحاسبة على اللاب، عشان برضه لما تجمعوا بإيديكوا تعرفوا الرقم ده جه منين. تمام؟ تمام. الليد تايم هو السايكل. لا ازاي مفيش فرق؟ مين اللي بيقول مفيش فرق يا جدعان؟ انا مش فاهم انتوا بتقولوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ المفروض مفيش اختلاف؟ ازاي مفيش اختلاف؟ ده مليون وده 19 مليون. انتوا معايا؟ انتوا معايا ولا لا؟ ممكن تجمعوا معايا؟ ممكن تطلعوا الآلة الحاسبة؟ 23 يوم اهي نطلع الآلة الحاسبة، طلعها انا واحسبها لك. في فرق ما بين الرقم ده والرقم ده يا رجال. الرقم ده الليد تايم مختلف عن السايكل تايم طبعا. خبر ابيض، انتوا مش فاهمين ولا ايه؟ وتقريبا بس يا باشمهندس علشان الرقمين قريبين من بعض، بس في فرق من عند شبه بعض. لا كل الناس تقرا الرقم صح. أيوة. بس في هنا 0-4 فوق في 2-4 يعني. لا كل الناس تقرا الرقم صح. فوق 1,987,245 ثانية. ده الليد تايم، ده رقم مختلف خالص. السايكل تايم 19,872,045 ثانية. تمام؟ طيب. كل الناس فاهمة السايكل تايم جت منين؟ كل الناس فاهمة السايكل، لا دي حاجة تانية. كل الناس فاهمة السايكل تايم جه منين؟ أقول تاني السايكل تايم بجمع، جيب لكم الرسمة اللي فاتت. أيه. السايكل تايم بتاع العمليه بجمعه مع الاربع ايام بتاع العمليه الاولى، السايكل تايم بتاع العمليه الثانيه اللي هو 9 ثواني بجمعه مع الخمسه ايام، السايكل تايم بتاع العمليه الثانيه اللي هو ال 12 ثانيه بجمعه مع التسع ايام، السايكل تايم بتاع العمليه الرابعه اللي هو ال 14 ثانيه بجمعه مع الخمسه ايام. انا مش فاهم والله. الليد تايم ما كنتش بجمع فيه السايكل تايم، الليد تايم بعمل وقت اضافه قيمه بس. الليد تايم بعمل وقت اضافه قيمه ووقت عدم اضافه قيمه. بجمع ده مع ده، يعني الليد تايم ما بحطش السايكل تايم معايا خالص اللي هي فوق. يعني انا الليد تايم، انا بحسب الليد تايم بجمع ال 10 ثواني مع الاربع ايام، التسع ثواني مع الخمسه ايام، ال 12 ثانيه مع التسعه ايام، ال 14 ثانيه مع الفاليو ستريم مابنج. صعب، انا عارف اللي هو صعب وتطبيقه صعب، بس لازم تفهموه. الليد تايم بجمع التايم لاين بس من غير السايكل تايم. فهمتوا كده؟
تاني للناس اللي مش فاهمة الليد تايم. أنا بجمع السلم بس اللي تحت اللي هو إيه النون فاليو أديد اللي هو فوق السلم مع الفاليو أديد بس، ما دخلتش بقى سايكل تايم خالص، ما دخلت السايكل تايم خالص في الليد تايم أهو. بجمع ال 23 يوم اللي هو بتاع القيمة المضافة مع القيمة الغير المضافة، ده الليد تايم اللي هو بحول دوت 23. اضرب كده على الآلة الحاسبة معاك 23 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، طلع الرقم 1,987,200 ثانية زائد ال 45 ثانية اللي هم بتوع الفاليو أديد، طلعوا 1,987,245 ثانية. انتوا كده مش فاهمين دي؟ بالظبط تمام؟ طيب نخش بقى على السايكل تايم، نخش على السايكل تايم حاجة تانية اهي، كل الناس فاهمة الليد تايم، نخش على السايكل تايم. كل الناس تجمع دي بقى معايا على الآلة الحاسبة، أرجوكوا تجمعوها لي على الآلة الحاسبة دلوقتي، وعايز واحد يديني إجابة. يلا 10 ثواني زائد 4 في 24 في 60 في 60 زائد 9 ثواني زائد كل ده مجموع، خلي بالكم خمسة الخمسة أيام، تحويل دي تحويل الأربع أيام، يبقى ال 10 ثواني دول اللي هم بتوع إيه؟ سايكل تايم، والأربعة دول اللي هو الأربع أيام حولتها لثواني، التسعة أيام بتوع العملية الثانية، تسع ثواني بتوع العملية الثانية، الخمسة أيام وال 12 ثانية بتوع العملية الثالثة، التسعة أيام زائد التسعة أيام زائد التسعة أيام زائد، هي كلها زائد مفيش فيه، وال 14 ثانية زائد الخمسة أيام، الرقم طلع بكام معاكم بقى؟ كلامكم مظبوط، الله ينور عليكم. السايكل تايم في العملية دي هو الليد تايم. تمام بالظبط، الله ينور عليك، الله ينور عليكم. معلش انا غلطت اسف، في العملية الثانية اللي هي الثالثة دي وانا بجمع او بضرب، فمعلش خلاص. يبقى تمام كلام المهندسة هدير مظبوط، الليد تايم في العملية ديت هو السايكل تايم، يعني السايكل تايم عندنا في المثال دوت هو نفس الرقم بتاع الليد تايم، يعني الليد تايم هو السايكل تايم بتاعي. طيب معلش انا اسف، انا غلطت في الضرب، يعني السطور كتير والعمليه دخلت في بعضيها، معلش. طيب نخش بقى على الحاجه الاخيره مع بعض اللي هو التاك تايم. التاك تايم نرجع بقى لمرجوعنا تاني، التاك تايم بقى نحسبه ازاي؟ اهم حاجه عندي في الفاليو ستريم مابنج اللي انا اعرف احسب منه التاك تايم. حد يفكرني كده بالتاك تايم من المحاضره اللي فاتت، القانون بتاع التاكت تايم اللي حضراتكم كلكم بعتوه، تقدروا تكتبوه لي كده على الشات؟ بالظبط الافيلابل
working time per customer demand. برافو برافو برافو. طيب لو انا عندي مصنع الاسمنت ده بيعمل 6000 طن في اليوم في 24 ساعه، حد يقدر يحسب لي التاكت تايم؟ لو انا عندي المصنع ده بيعمل 6000 طن في اليوم. الله ينور استاذ زياد، انت برافو عليك، ده جايبها لي بالثانيه 14.4 ثانيه. لا برافو بصراحه، يعني استاذ زياد جاوب السؤال قبل ما يطلع على الباور بوينت. الله ينور يا استاذ زياد، برافو. لو انا عندي المصنع دوت بيطلع 6000 طن في اليوم اسمنت، اعرف احسب له التاكت تايم؟ استاذ الوحيد اللي جاوب صح استاذ زياد، برافو. طيب برافو استاذ زياد 14.4، وانا هقول لكم ليه. استاذ باسم برضه الله ينور، استاذ باسم الله ينور، الله ينور يا استاذ باسم. طيب نرجع هنقول ان التاكت تايم الافيلابل وركينج تايم بير كاستمر ديمان، بير كاستمر ديمان والافيلابل وركينج تايم طبعا هو شغال يوم. طبعا اي مصنع اسمنت بيشتغل 3 شيفت وشغال على طول وما كان شغال والدنيا شغال تمام، فشغال اوتوماتيك طبعا كله شغال اوتوماتيك، فضربنا ال 24 ساعه زي ما قال زي ما قال استاذ زياد في استاذ باسم طبعا، واستاذ احمد السيد جاوب صح. استاذ احمد السيد برضه جاوب صح، ضربنا ال 24 60 في 60 طلعت ب 86000 و400 ثانية. 86000 معلش يا حاجات كلها حسابات، الفاليو ستريم مابنج كله حسابات وقوانين. طيب نجيب بقى التاكت تايم، احنا قلنا 6000 طن في اليوم، كل هو ده شفت، كل شفت بيطلع 2000 طن، كل شفت بيطلع 2000 طن. خلي بالكم ال 6000 طن ده معدل اي مصنع اسمنت بيطلع 2000 طن في الشيفت. طيب الكاستمر ديما بيطلب، العميل بيطلب 6000 طن في اليوم، قسمنا ده على ده طلع الرقم ان التاكت تايم 86000 و400 على ال 600 طن بير دي طلعت 14.4 ثانيه بير طن تمام. تمام طيب يبقى تاني هنعيد تاني الناس اللي مش فاهمة الليد تايم والسايكل تايم والتاكت تايم باختصار شديد عشان نقدر بس نخش في اللي جاي. في مثال تاني بعد ده هتفهموا منه ان شاء الله، مثال تاني بس ما فيهوش بقى سايكل تايم ولا ليد تايم، في ما فيهوش تاكت تايم ولا سايكل تايم، في ليد تايم بس، لان يجي يقول لك احسب لي كفاءة منشأة. ازاي تحسب كفاءة منشأة؟ ازاي تحسب كفاءة مصنع او كفاءة منشأة من المثال اللي جاي ده؟ هو امثلة الفاليو ستريم مابنج نوعين،
الفاليو ستريم مابنج ليه صورتين، صوره زي اللي احنا خدناها دلوقتي، والصوره الثانيه لا استاذ صهيب بيقول الليد تايم، لا الليد تايم بتاع الفاليو ستريم مابنج حاجه واللي انت بتقوله ده حاجه ثانيه. ده المثال اللي احنا خدناه في الاسبوع اللي فات، اللي هو وقت لما يجي لي طلب من العميل ناقص وقت تسليم الطلب، دي حاجه ثانيه، والفاليو ستريم مابنج حاجه ثانيه. تمام تمام استاذ صهيب. استاذ صهيب بيقول لي هندسه لا ده كان مثال كيس ستادي مختلف خالص عن اللي احنا بنشرحه ده، الكيس ستادي بتاع الفاليو ستريم مابنج حاجه ثانيه خالص. ماشي، نرجع تاني نلخص الفاليو ستريم مابنج. الفاليو ستريم مابنج من الحاجات اللي بتلخبط عشان فيها حسابات كتير. الفاليو ستريم مابنج دي صوره بتاعته، قلنا هم ثلاث عناصر. العنصر الاول اللي هو بنعمل انفورميشن فلو اللي هو اللي فوق، بترسم ثلاث بلوكات كده وتكتب العميل الكاستومرز والبرودكشن كنترول والسبلاير، وبعد كده بتكتب العمليات او المراحل الانتاج بتاعتك، العمليات او مراحل الانتاج بتاعتك، وبعد كده بتعمل التايم لاين اللي هو اللي تحت، وبتحط فوق القيمه الغير مضافه اللي هو وقت الانتظار، وبتحط تحت القيمه المضافه اللي هي الوقت الحقيقي بتاع العمليه. وقلنا المثال دوت مدي الاب تايم، والاب تايم 85%، الاب تايم للكل لو تلاحظوا 85%. وقلنا يعني ايه ان الاب تايم 85%؟ يعني هي برسنتج ما بين الداون تايم والاب تايم، يعني الداون تايم 15%. تمام، وقلنا ان لما باجي بحسب الليد تايم ببص على التايم لاين بس اللي تحت، وبجمع القيمه المضافه مع قيمه غير مضافه اللي هي وقت الانتظار. وقلنا ان وقت الانتظار ده ايا كان بقى في المخزن، في الوقت قبل ما نشتري الخامه، في تصميم، في اللوح. تمام 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 العشر ثواني اللي كاتب السي تايم يساوي النت برودكشن تايم على النمبر اوف يونتس بروديوسد، عدد الوحدات المنتجه، اللي هو كاتب اسمه ده، مش على النمبر اوف يونتس برودكشن، النمبر اوف يونتس بروديوسد عدد الوحدات المنتجه، يعني ده 10 ثواني بير طن. الله ينور. تمام استاذ هيام جاوب تاني. ماشي خلاص. طيب وقلنا لما باجي بعمل الليد تايم بجمع الفاليو ادد مع النون فاليو ادد، دي حد مش فاهمها؟ الليد تايم بجمع الفاليو ادد مع النون فاليو ادد. تمام، التاكت تايم ماله؟ هاجي للتاكت تايم هشرحه لك تاني يا هندسه، هشرح لك التاكت تايم تاني. حاضر حاضر حاضر، في ناس مش فاهمه التاكت تايم فهعيده تاني. خلاص، يبقى الليد تايم بجمع دول بس. في المثال دوت الليد تايم بيساوي السايكل تايم، مش مشكله، التوتال ليد تايم بيساوي توتال سايكل تايم، مفيش اي مشكله، بس انت بتبقى عارف الرقم جاي منين. تمام، والسايكل تايم قلنا ناخد سايكل تايم كل عمليه ونجمعه مع النون فاليو ادد، يعني ال 10 ثواني بلس الاربع ايام، التسع ثواني بلس الخمسه ايام، ال 12 ثانيه بلس التسعه ايام، ال 14 ثانية بلس الخمسة أيام.
هنا في المثال ده طلعوا الرقمين زي بعض عادي، بس مش شرط يطلع في كل الامثله الرقمين زي بعض، مش شرط. تمام. ونجمع السايكل تايم بتاعت كل عمليه مع النن مع وقت انتظار كل عمليه. هديكم انا مثال كيس ستادي كان بعتها لي النهارده المهندس محمد مصعب. المهندس محمد مصعب معايا اونلاين ولا طلع؟ المهندس محمد لو حضرتك يا ريت تبعت الناس على الجروب. ايوه المهندس محمد مصعب يا ريت تبعت لهم، يا ريت تبعت لهم اللي انت بعته لي النهارده بتاع الفاليو ستريم مابنج اللي انت بتطبق عليه تاكت تايم دلوقتي على الجروب بعد اذن حضرتك، عشان تثبت لهم ان السايكل تايم التوتال سايكل تايم مش هو التوتال ليد تايم، هو بس هنا تشابه في الارقام. باشا هندسه بعد المحاضره يا ريت تبعت لهم الكيس ستادي اللي انت بعته لي النهارده بعد اذنك. ماشي؟ شكرا. شكرا. تمام. المهندس محمد مصعب هيبعت لكم النهارده بعد انتهاء المحاضره كيس ستادي زي دي بالظبط، بس على شغله هو، برضه متهيألي اربع مراحل. وحاسب السايكل تايم والليد تايم والتاكت تايم، والتلاتة مطلعين ارقام غير بعضيها خالص. ماشي؟ طيب. ممكن ابعتها لكم دلوقتي. هي عندي باين. تبص عليها. آسف المهندس محمد مصعب، أنا هبعت لكم اللي بعته لي المهندس محمد مصعب حالا، أنا آسف بس التأخير، أسبوع عليا ثلاث ثواني، هبعتها لكم على الجروب عشان تشوفوا الأرقام مع بعض. أنا حطيتها لكم دلوقتي أهو على الجروب، وبعت لكم الحل بتاعها كمان اللي هو كتبوا. ممكن تفتحوا بقى معايا وتبصوا لكل الناس كده، تفتح كده الجروب الشيت اللي انا مشيره، هتلاقوا الليد تايم مختلف عن السايكل تايم، مختلف عن التاج تايم، وبعت لكم الحل. تمام؟ عشان تقدروا تفهموا اللي ده في المثال ده بس، في امثله تانيه كتير اللي التايم مختلف عن السايكل تايم. تمام؟ الشير وصل لكم؟ مهندسة هدير الشير وصل لحضرتك؟ اهو ده المهندس. تمام الشير وصل. يبقى ال 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 المثال اللي بعته المهندس محمد مصعب ليا النهارده هتلاقوا ان التلات ارقام بتوع السايكل تايم والليد تايم والتاكت تايم مختلفين، يعني السايكل تايم مختلف عن الليد تايم، السايكل تايم مختلف عن الليد تايم، صح؟ وهتلاقوا الحل
هو كده مجمع السايكل تايم ومجمعه مع وقت الانتظار والليد والنون فاليو ادي، وعامل الرقم وتل نفس الخطوات اللي احنا شرحناها دلوقتي، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى جمع السايكل تايم، التوتال سايكل تايم، جمع كل مرحله مع النون فاليو ادي وقت انتظارها، وطلع لكم الرقم اللي هو مش عارف 6000 وشويه، وجمع الليد تايم، جمع كل النون فاليو ادي، جمع كل النون فاليو ادي اللي تحت اللي في السلم اللي في التايم لاين اللي عامل زي السلم ده اللي فوق واللي تحت، وطلع 8000 وشويه. والتاكت تايم كلكم انتوا عارفينه كده، متهيألي كل الناس فاهمه. اللي مش فاهم الفاليو ستريم مابنج يقول لي يكتب لي على الشات انا مش فاهم الحته المعينه، عشان يعتبر الفاليو ستريم مابنج اهم حاجه، اهم تطبيق في اللين. الفاليو ستريم مابنج اهم تطبيق في اللين. تمام؟ كل الناس وصلها الشيت اللي انا بعته دلوقتي؟ تمام؟ تمام؟ الشيت بتاعي بتاع المهندس محمد مصعب هيفهمكم. ماشي؟ طيب نشرح بقى التاكت تايم للناس اللي مش فاهمه التاكت تايم. الو، لا التاكت تايم بتاع المهندس محمد مصعب في اليوم، هو كاتب الشيفت بير شيفت عشان الناس ما تقولش ده خطا في في التاكت تايم. انا التاكت تايم بتاعي بردين، التاكت تايم بتاع المهندس محمد مصعب برشيف يعني 7 ساعات ونص. استاذ محمد حنفي، استاذ محمد حنفي، فهمت قصدي؟ التاكت تايم بتاع المهندس محمد مصعب اللي هو بعته لي النهارده الصبح برشيف، انما التاكت تايم اللي انا بقى عامله حاسبه بيرديه. تمام؟ تمام. تعالى بقى نشوف التاكت تايم تاني بتاع المثال. التاكت تايم بتاعنا اهو. التاكت تايم بتاع المثال بتاعنا اهو للناس اللي مش فاهمه بقى التاكت تايم. الافيلابل تايم عندي اهو، الافيلابل تايم عند المهندس محمد مصعب في المثال اللي انا بعته 7 ساعات ونص، انا هنا عندي 24 ساعه. عرفتوا الفرق ما بين الاثنين؟ الافيلابل تايم الوركينج، الافيلابل وركينج تايم هنا انا حاسبه على 24 ساعه وحولت في 60 في 60. الافيلابل تايم بتاع المهندس محمد مصعب 7 ساعات ونص، يعني هو حاسب على شيفت واحد، انما انا حاسب هنا 24 ساعه 3 شيفت. خلاص؟ تمام. ضربنا ال 24 في 60 في 60 طلعت ب 86400، ده اللي هو ايه؟ الكاستمر ديمر الافيلابل تايم. طيب الكاستمر ديمر العميل بيطلب 6000 طن في اليوم، العميل بيطلب 6000 طن في اليوم، قسم ال 86400 على ال 6000 طن اللي هو الافيلابل تايم اللي هو 6000 طن 400 على ال 6000 طن طلعت 14.4 ثانيه بير طن، يعني كل طن هيطلع في 14.14 ثانيه، الطن هيطلع في 14 وشويه ثانيه. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم.
حد مش فاهم التاكت تايم؟ كانت من الناس اللي مش فاهمه التاكت تايم كده. التاكت تايم اتفهم؟ التاكت تايم اللي هو الافيلبل ووركينج تايم، ماشي، اللي هو الافيلبل تايم يعني على الكاستمر ديماند. استاذ محمد حنفي كده فهمت التاكت تايم ولا لسه؟ الافيلبل ووركينج تايم اللي هو الافيلبل تايم على الكاستمر ديماند. استاذ محمد حنفي كان بيسال تمام، كل الناس الحمد لله تمام كله فاهم. طب كويس خلاص كده احنا كده خلصنا النوع الاول من الفاليو ستريم مابنج. النوع الثاني بقى من الفاليو ستريم مابنج كل الناس تركز معايا فيه. يعني احنا كل ده كده بندرس في نوع شكل بنحسب منه السايكل تايم، بنحسب منه الليد تايم، بنحسب منه التاك تايم. ماشي بس هو حاسبها. انت قصدك المهندس بس شوف النتيجة، المهندس محمد مصعب. ازاي النتيجة بالعكس؟ مهندس محمد مصعب، لا النتيجة مظبوطة، النتيجة مظبوطة. الافيلابل تايم هي الورقة البيضة، الورقة البيضة مهندس محمد مصعب مظبوط. الافيلابل تايم على الكاستومر ديماند، الافيلابل تايم ضرب 7 ساعات ونص في 60 في 60 وقسم على 3154، طلع الرقم صح 8.56 ثانيه بير يونت. الراجل كلام حاسب صح يعني، الراجل حاسب صح. هو الشيت اللي انا بعته لكم التاكت تايم محسوب غلط يا شباب؟ حد يفتح كده الشيت بتاع المهندس محمد مصعب ويشوف التاك تايم، عشان المهندس محمد حنفي بيقول لي محسوب غلط. هو ضرب 7 ساعات ونص في 60 في 60 طلع الرقم كام؟ ايه الرقم مظبوط؟ حد يحسبه بس عشان يعني مش عارف اطلع. لا انا حاسبه تاني بصراحه. الافيلابل تايم بالنسبه للمهندس محمد مصعب، حد يضرب كده 7.5 اللي هي 7 ساعات ونص في 60 دقيقه في 60 ثانيه على 3154 اللي هو اليونت بروديوس ده عنده، يقسم ده على ده، لو طلع 8.56 يبقى صح ولا رقم تاني؟ عشان الاستاذ محمد حنفي بيقول لي رقم مقسوم غلط. لا مظبوط، كل الناس بتقول مظبوط هندسه اهو. خلاص احنا بنشكر المهندس محمد مصعب اللي هو يعني قبل ما اشرح النهارده الفاليو ستريم مابنج لقيته بعت لي حل المثال بالطريقتين، حلها بالطريقه دي وحلها بالفاليو ستريم مابنج. فانا بشكره بصراحه على المجهود الكبير اللي هو عمله ده، ويعتبر مثال تاني. انا شرحت لكم مثال وهو بعت مثال، وهشرح لكم المثال الثالث دلوقتي. كل الناس فاهمه معايا؟ كل الناس كده فاهمه معايا؟ مهندسه هدير كده حضرتك فاهمه ال value stream mapping؟ تمام يا هندسه، لو عايزين اعيد اي حاجه انا اعيدها لك يعني. خلاص
عرفنا نرسم الفاليو ستريم مابنج في الحاله الاولى ونحط العناصر بتاعتنا الثلاثه اللي احنا درسناهم اللي هم بيستخدموا عندي في الفاليو ستريم مابنج، افكركم بيهم اللي هم الانفورميشن فلو والماتيريال او البرودكشن او البروسيس فلو والتايم لاين اللي هو عامل زي الزجزاج ده زي السلم، وبنحط كل حاجه في مكانها. الانفورميشن فلو بنحط السبلاير والبرودكشن كنترول ايا كان، او السيلز او المكتب الفني او ايا كان المدير اللي باخد منه المعلومه او اللي بيوزع المهام، تمام؟ والكاستمر ولا والسبلاير اللي هو المورد اللي بيورد لي الرو ماتيريال المواد الاوليه. حط دول في الانفورميشن، وبعد كده بحط البروسيس اللي هي مراحل البروسيس بتاعتي من البدايه للنهايه، من اول التصنيع، من اول مرحله في التصنيع لغايه الديسباتشنج. وبعد كده بعمل التايم لاين بتاعي اللي انا بحط فيه الفاليو ادد والنون فاليو ادد. وبعد كده بعد ما برسم الشكل الظريف ده بحسب الليد تايم اللي هو بجمع النون فاليو ادد والفاليو ادد بتاعت العمليات كلها. وبعد كده بحسب السايكل تايم لكل عمليه في النون زائد النون فاليو ادد وقت انتظارها. يعني اشوف السايكل تايم بتاع العمليه الاولى وليكن 5 ثواني بجمع لها وقت انتظارها، وهكذا باخد كل سايكل تايم واجمع لها وقت انتظار. طب السايكل تايم بتاعت العمليه اللي هي في البلوك العمليه الاولى كنا بنجيبها منين؟ من النت برودكشن تايم على النمبر اوف يونتس بروديوسد، زي العمليه بتاعت الكراشنج اللي هي بتاعت الاسمنت اللي احنا واخدينها 9 ثواني. طب جبنا ال9 ثواني دول منين؟ من النت برودكشن تايم على النمبر اوف يونتس بروديوسد، طلعت 10 ثواني بير يونت، تمام؟ خدت ال10 ثواني جمعتها مع وقت الانتظار اللي هو ال4 ايام وطلع الرقم بتاعي. في المثال بتاعي الرقم الليد تايم بيشابه السايكل تايم، بس معلش انا جمعت حاجه غلط يعني. انما في المثال بتاع المهندس محمد مصعب هتلاقوا الارقام مختلفه. وقلنا ان التاكت تايم بيساوي الافيلابل وركينج تايم على الكاستمر ديمان. بنشوف الافيلابل تايم، انا شغال شيفت، شغال 2 شيفت، شغال 3 شيفت، بحسبه. شغال 3 شيفت 24 ساعه، شغال شيفت يبقى 7 ساعات ونص، شغال 2 شيفت يبقى 15 ساعه في اليوم. بحسب الكلام دوت وبضربه بحوله لثواني، وبشوف العميل طالب مني قد ايه، التارجت بتاعي قد ايه، العميل طالبه اللي هو الكاستمر دايما طالب مني في اليوم رقم، بحط له الرقم اللي طالبه العميل. في المثال بتاعي بتاع مصنع الاسمنت العملاء طالبه 6000 طن في اليوم، بقوم قاسم الافيلابل وركينج تايم او الافيلابل تايم اللي هو طلع عندي 6,086,400 ثانية على 6,000، طلع 14.4 ثانية بالطن. يعني الطن بينتج في من خلال 14.4 ثانية. واضح؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ باشمهندسين، انا متهيألي بقى كده تقدروا تعملوا فاليو ستريم مابنج بعد الشرح والاعاده دي في اعمالكم. ده انا يعني متهيألي بقى بعد الشرح واخدين مثال وحاطين ارقام مفيش حد بيعمل كده يعني حاطين ارقام وحاطين امثله وحاطين رسومات، ده انتوا بس هترسموا الرسمه اللي انا راسمها دي، وتاخد بس ارقام من عندك من المصنع او الشركه او المكتب اللي انت شغال فيه
طبعا الفاليو ستريم مابنج بيتطبق على اي حاجه، اي حاجه فيها قيمه مضافه او قيمه غير مضافه. واحنا قلنا القيمه المضافه والغير مضافه مش على الصناعات بس، في الخدمات والمكاتب واي نشاط، واي نشاط مطلوب منكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يعملوا لي الفاليو ستريم مابنج من خلال عمل. طيب قبل ناخد المثال التاني معايا بقى، اللي هو ازاي احسب كفاءة منشأة من خلال الفاليو ستريم مابنج برضو. كل الناس بقى تركز معايا، كل الناس تركز معايا. الله يخليكم، تشكروا، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم، شكرا لكم. الله يخليك، الله يخليك يا هندسة، شكرا ليك، شكرا ليك يا هندستنا، شكرا ليك يا مدير، ألف شكرا لحضرتك، شكرا ليك، شكرا ليك يا هندسة. طيب المثال الثاني، عندي مراحل لتصنيع إطار سيارة، أنا حاطط فوق الانفورميشن فلو، عندي الانفورميشن فلو ثلاث أو أربع جهات، المخزن ومدير المصنع وقسم التحضير ومدير الإنتاج. خلي بالكم ده أنا عامله على إيدي، يعني ده معمول كده على إيدي، يعني الحاجات دي كده أمثلة يعني تتعمل بالإيد، يعني حتى لو واحد مش هيعرف يرسم الجرافيكال دوت ممكن تعمله كده بإيديك على ورقة وتسطرها وترفقه كصوره يعني، خدت بالك؟ هنا مخزن المواد الاوليه، وليكن مثلا المرحله الاولى عندي اللي هي مرحله عمل العجينه وبعدين سقوط العجينه وهكذا لغايه اخر عمليه اللي هي الخزن في مخازن قسم التحضير. المراحل بتاعت التصنيع دي ما تهمنيش، هتقروها انتوا هتفهموا. قسم التحضير اللي هو زي المخزن، زي اللي بي 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 بيحملوا منه الاطارات، والمخزن المواد الاوليه اللي هو فيه رو ماتيريال وكده، ومدير المصنع بيدي اوردر لمدير الانتاج اللي هو يبتدي يشتغل المراحل دي. اللي يهمني التايم لاين اللي تحت ده، اللي يهمني التايم لاين اللي تحت ده، انا عايز احسب كفاءه اي منشأ، عايز احسب كفاءة اي منشأ. طيب كل الناس بقى تركز معايا بعد اذنكم، كل الناس كده تركز معايا في اللي انا هشرحه دلوقتي. عايز احسب كفاءة عملية التصنيع اللي حضراتكم شايفينها دي. كل واحد عنده عمليه تصنيع او عمليه بروسيس او ايا كانت العمليه اللي هو بيقوم فيها في شغله، بدايه من اول مرحله لاخر مرحله، صح؟ بيحسب، بيكتب العمليات ديت زي ما هو كده في الاطارات اللي هي الكاوتش، بتبقى الاول عجينه وبعد كده بيخمرها وبعد كده بيحطها في حوض صابون وبعد كده بينضد العجينه وهكذا. يعني اللي شغال في مجال الاطارات هيفهم ايه المثال بتاع الاطار، لغايه في الاخر اللي يهمنا لما يوصل الى المخزن بتاع التحضير ويروح لقسم التحضير وبعدين يدي اوردر لمدير المصنع اللي هو خلص لو عايزين يشحنوا بقى ولا، والسايكل بتمشي. هذا اللي يهمني في الكلام دوت، مش العمليات، اللي يهمني التايم لاين بتاعي، التايم لاين بتاعي. قدام كل مرحلة حاطط القيمة المضافة ووقت الانتظار، ووقت الانتظار يعني أنا قايل إن وقت عدم إضافة القيمة 135 لثلاث مراحل اللي هم ال 15 و 35 و 85، جمع الثلاثة دول احنا طبعا احنا عرفنا اللي احنا بنحطهم فوق، طلعوا 135 دقيقة، طلعوا 135 دقيقة. طيب
لا لا، الناس جاوبت، الناس جاوبت. لا اصبروا شوية، اصبروا شوية يا عم، انا مش هدوكم، انا مش هدوكم كده يا باشمهندس محمد، نفهم الناس. انا لسه بقول ايه، الناس جابت الكفاءة، الناس حسبت الكفاءة، انا لسه بقول المثال وبقول مراحل التصنيع والناس حسبت الكفاءة. طيب ماشي، طيب نبص، خلاص وقت عدم اضافه القيمه للثلاثه دول اللي هم ال 15 بلس 35 بلس 85 طلع 185 دقيقه. يعني انا عندي اجمالي وقت عدم اضافه القيمه في جميع المراحل اللي حضراتكم شايفينها دي 135 دقيقه. طيب وقت اضافه القيمه اللي هي السايكل تايم بتاعت كل عمليه، صح، اللي هي 5 بلس 20 بلس 2 كله بقى، كله ارقام، كل الارقام اللي تحت اللي هي ايه في التايم لاين بجمعها، هي دي وقت اضافه القيمه. جمعت من اول الخمسه لغايه ال 12 طلع 89 دقيقه. كل الناس تجمع معايا كده على الاله الحاسبه، 5 زائد 20 زائد 2 زائد 5 زائد 10 زائد 15 زائد 8 زائد 2 زائد 5 زائد 10 زائد 5 زائد 12 طلع 89 دقيقة. يعني أنا عندي إجمالي وقت إضافة القيمة 89 دقيقة. اصبروا شوية، اصبروا شوية. طيب كفاءة المصنع ملهاش أي علاقة من الأرقام اللي أنتوا كاتبينها دي، هقول لكم إزاي. حسب إجمالي وقت إضافة القيمة كام؟ تسعة وثمانين، اللي هي كل الأرقام اللي تحت، بس أنا اختصرتها يعني قلت 64 عشان ما عملتش سطر كبير من الحسابات. خلاص؟ دي إجمالي وقت إضافة القيمة. النقطة الثانية اللي هي إجمالي وقت عدم إضافة القيمة اللي هي الثلاث أرقام اللي فوق، جمعتهم لقيتهم 135 دقيقة. طيب أجيب الليد تايم إزاي؟ مش إحنا قلنا الليد تايم بنجمع كل اللي في التايم لاين مع بعض؟ حد يقدر يحسب لي الليد تايم؟ سؤال موجه ليكم، الليد تايم بتاعي إيه؟ في العملية دي بتاعت الإطارات 224 مظبوط أستاذ زياد؟ لا 225 ليه؟ 224 صح، تمام استاذ صهيب، صهيب استاذ زياد، تمام 224 دقيقه. يبقى الليد تايم بتاعي بجمع وقت القيمه المضافه زي ما شرحنا في المثال اللي فات مع وقت القيمه الغير مضاف، مش هو ده الليد تايم اللي احنا حسبناه في المثال اللي فات فاكرين؟ طيب طلع الليد تايم بتاعي ايه؟ 224 اهو. يبقى الليد تايم بجمع الفاليو ادد اللي هي وقت اجمالي اضافه القيمه مع النون فاليو ادد اللي هو اجمالي عدم اضافه القيمه، طلع ب 224 دقيقه، اللي هو جمعت ال 89 مع ال 135 دقيقه طلعوا 224 دقيقه. طب من الرقم ده حد يقدر يحسب لي كفاءة مصنع الكاوتش ده؟ لا مش لازم احولها ثواني، طالما كلها دقايق مش مهندسة ايام، خلاص طالما كلها دقايق يبقى خليها دقايق، كلها ثواني. انت الريفرنس بتاعك التايم لاين، لما يحط لك في التايم لاين يوم مع ثانية يبقى بتاخدي الاقل ثواني،
الا لو لو اداكي كله دقايق يبقى كله دقايق، طب لو اداكي كله ايام يبقى كله ايام، طب لو اداكي دقايق وثواني يبقى ريفرنس الثواني. دايما بتاخدي اللي زي بعضه او الاقل، فهو هنا مديها لك كلها دقايق، خلاص خليها كلها دقايق. وانا صعب على نفسي ليه واحول لثانيه؟ حولش لثانيه، اخليها له كلها دقايق. لو مديها لي كلها بالساعات اخليها كلها بالساعات. طيب لو في المثال الاولاني او زي المثال بتاع المهندس محمد مصعب مديها لي يوم وثانيه، يبقى لازم احول لثانيه. ما ينفعش اجمع يوم مع ثانيه، ما ينفعش اجمع دقيقه مع ثانيه، ما ينفعش اجمع ثانيه مع يوم، انما ينفع اجمع دقائق مع بعض، ينفع اجمع ثواني مع بعض، ينفع اجمع ساعات مع بعض. كده فهمت قصدي؟ تمام. حد يقدر يحسب لي الليد تايم بتاع العمليه دي؟ بس يقول لي قانون اتفقت العمليه بتاعت المصنع، بس يقول لي قانون فاكتوري افشنسي. الله عليك الله عليك مهندس محمد موسى، الله عليك الله عليك الله عليك. 39 او 60، يعني هي 39.7 هتقربها ولا 40% او 60 لو حسبت على النون فاليو اديت، صح يا باشمهندس محمد؟ يعني انت ممكن تحسب الفاكتوري افشنسي على الفاليو اديت وان او النون فاليو اديت، هي 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 هي، بس هتكتب كومنت زي ما هقوله لك دلوقتي. لازم في كومنت هيتكتب دلوقتي زي ما هو. خلي بالكم ده سؤال مهم جدا، ازاي تحسب كفاءة منشأة؟ ازاي تحسب كفاءة منشأة عن طريق الفاليو ستريم مابنج؟ طيب كل الناس جاوبت صح 39.7، ولا انا بحب اقرب دايما لاقرب النسبة، قربها الكفاءات دي بتقربها لاقرب نسبة. ماشي 40 ده بالنسبة للفاليو اديت. طب لو قسمنا، سؤال موجه ليكم، لو قسمنا النون فاليو اديت على التايم لاين هيطلع كام في المية؟ لو قسمنا النون فاليو اديت على الليد تايم هيطلع كام في المية؟ 60%. يبقى اجمع ال 60% مع ال 40% هي دي كفاءة المنشأة ال 100%. الله ينور عليك الله ينور عليكم الله ينور عليك الله ينور عليك. يعني النون فاليو اديت لو قسمتها على 224 اللي هم ال 135 على 224 هتطلع 60%. طيب وال 89 اللي هي الفاليو اديت على 224 40%. لو جمعت ال 40% مع ال 60 ادي كفاءة المصنع اللي هي ال 100%، ودي استحالة ودي استحالة. طيب نرجع بقى لمرجوعنا، كفاءة عملية التصنيع اجمالي وقت عدم تدفق القيمة على اجمالي وقت الانتظار، او اجمالي وقت تدفق القيمة على اجمالي الانتظار. مفيش مشكلة، وهنكتب كومنت بالكلام دوت، ولازم تكتب الكومنت ده لان الكومنت دوت فيه حاجة لازم نعملها، في حاجة لازم نعملها. يعني هو الهدف هنا ان انا بحسب كفاءة التصنيع وبوصل لنوع الهدر عشان اقلله، وبوصل لنوع الهدر عشان اقلله. فانا هقول لك الكفاءة 40 ولا 60 يا استاذ حازم ازاي. هنا انا قسمت وقت عدم تدفق القيمة اللي هو 135 على 224 طلعت 60%. 60% كفاءة العملية بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لوقت عدم تدفق القيمة. يعني دي مصيبة، يعني دي مصيبة عندي في المصنع ده. ازاي؟ اقول لكم
شايفين الكومنت اللي انا كاتبه ده؟ وبهذا فان نسبه اضافه القيمه من اجمالي وقت الانتظار، وقت الانتظار اللي انت حضراتكم حسبتوه اللي هو الفاليو ادد 40%، يعني وقت عدم تدفق القيمة أكبر من وقت إضافة القيمة، يعني نسبة المصنع ده أكبر من الوقت بتاع عدم إضافة القيمة أكبر من نسبة إضافة القيمة، ودي مصيبة. يعني إيه؟ يعني إن وقت الانتظار بتاعي، وقت الانتظار بتاعي نسبته وقت إضافة القيمة 60% من إجمالي وقت الانتظار. يعني أنا عندي هوادر هنا في المصنع ده كتير جدا، مما يتطلب إيه؟ معالجة الهدر في الوقت الناجم عن التنقلات والتأخيرات الذي ينعكس سلبا على العملية الإنتاجية. انتوا كده فهمتوا قصدي؟ اللي مش فاهم قصدي اكتب لي يا هندسه انا مش فاهم قصدك. استاذ حازم، انت فهمت قصدي دلوقتي؟ استاذ حازم عبد الله، فهمت؟ كل الناس فهمت قصدي؟ يعني انا لما تبقى النسبه بتاعتي 40% بالنسبه للوقت اللي هيضيف لي قيمة، وإن الوقت اللي مش هيضيف قيمة 60%، ده بيعني لك إيه؟ اللي فيه ده بيعني ليك إيه؟ إن فيه هوادر عندي في الوقت كتير ما بين المراحل. كفاءة المصنع عندي للوقت للقيمة المضافة 40%، وده حاجة وحشة خالص، حاجة وحشة خالص. المفروض يبقى الوقت المضاف ليه قيمة نسبته أكبر من نسبة وقت عدم إضافة القيمة. كل الناس فاهمة معايا؟ كل الناس فاهمة معايا؟ أعيد تاني؟ هقولها تاني، هرجع للباوربوينت، هرجع للباوربوينت. أيوة الله ينور عليكي. مهندسة ليلى قالت إن فعلا الهدر 60%، تمام. بس باشمهندس صهيب الله ينور، الله ينور، تمام. كل الناس فهمت يعني لما أجي أقسم، تمام. مهندسة هدير، تمام. مهندسة هدير، تمام. طيب تمام، يعني لما أجي أقسم عدم إضافة القيمة بالنسبة للليد تايم، بالنسبة للليد تايم، لو طلعت نسبة إضافة القيمة، لو طلعت نسبته كبيرة أكبر من نسبة عدم تدفق القيمة، كده مفيش مشاكل. إنما كده في المثال ده في مشاكل، لأن هنا عدم تدفق القيمة نسبته 60%، ونسبة تدفق القيمة بالنسبة للليد تايم 40، فالقيمة المضافة عندي أقل نسبتها من نسبة القيمة الغير مضافة بالنسبة للليد تايم، فدي في حد ذاتها مشكلة. طب المشكلة دي جيبها منين؟ هبص على الهوادر بتاعت الوقت في كل المراحل. عندي هدر هنا كذا دقيقة، لازم أشوف الهدر ده جاي منين وأقلله. عندي في المرحلة دي هدر 20 دقيقة، لازم أشوف الهدر فين وأقلله. أنا عندي 135 دقيقة هدر في المثال ده في ثلاث مراحل، اللي هم إيه؟ نرجع تاني للشرط أهو، اللي هو ال 15 وال 35 وال 85. أشوف الثلاث أوامر دول، الثلاث أوقات دول ليه الوقت كبير كده فيهم؟ ليه هوادر الوقت كبيرة ليه في الثلاث مراحل الانتاجية دول؟ واحاول اعمل لها ريديوسنج، اقللها، اخليها ما بدل ما هي 135 اقللها، حتى اقللها النص،
اشوف الوقت ده بيزيد ليه، ايه المشكله اللي عندي في الوقت، هل مشكله خامه ما جاتش، هل مشكله ديزاين ما اترسمش، هل مشكله تاخير في الانتاج، هل مشكله لا اراديه، شحن مثلا الخامه موجوده في المينا ولسه ما جاتش لغايه دلوقتي من المينا، اشوف المشكله فين واتعامل معاها وابتدي احلها، وابتدي احلها. كل الناس كده فاهمه؟ كل الناس كده فاهمه المثال بتاع الاطارات؟ كده انا خلصت الفاليو ستريم مالك، كده انا خلصت الفاليو ستريم مالك. فاليو ستريم مابنج خدنا في النهارده ثلاث امثله. اول مثال اللي احنا شرحناه، والمثال الثاني بتاع المهندس مصعب اللي احنا شيرناه وقلنا برضو اتكلمنا عليه، والمثال الثاني اللي هو بتاع المثال الثالث اللي هو بتاع كفاءه المنشاه، ازاي احسب كفاءه منشاه واعرف نسبه الهدره عندي، نسبه القيمة المضافة بالنسبة للليد تايم قد ايه من القيمة الغير مضافة بالنسبة للليد تايم قد ايه، وتعامل مع الهدر بتاع الوقت واعمل له ريديوس لو نسبة القيمة الغير مضافة اعلى من القيمة الغير مضافة، زي المثال اللي موجود قدامنا ده، زي المثال اللي موجود قدامنا. في اي حد مش فاهم الفاليو ستريم مابنج، مطلوب بقى منكم ايه؟ مطلوب منكم ايه؟ مطلوب منكم ان شاء الله ده الهوم ورك بتاعك، ده الهوم ورك بتاعك، مطلوب تطبيق مخطط تدفق القيمه. كل واحد ياخد كده سناب شوت من الصورة دي، عشان في ناس في الأسبوع اللي فات ما كانتش عارفة إن التاكت تايم والسايكل تايم والليد تايم هوم وورك، كله بعت لي الشيت وأنا أرد عليهم بعد ما صحح الشيت بتاع الشيك شيت وأقول لهم فين السايكل تايم والليد تايم والتاكت تايم، يفتكروا يرجعوا للمحاضرة يبعتوا لي تاني، فأنا كنت عمال أصحح بالنسبة لواحد مرتين. فما تتعبونيش بقى، حرام عليكم الاسبوع ده، حد ياخد دي كده سناب شوت على الموبايل ويقوم بشيرها على الجروب، وده اول تطبيق مطلوب. تمام؟ الفاليو ستريم مابنج الفي اس ام، مطلوب تطبيق المخطط ده في مجال عملك. عايز بقى تطبقه وتحسب لي كفاءه ماشي، عايز تطبقه وتحسب لي تاكت تايم لو انت عارف الكاستمر دايما العميل طالب منك قد ايه في اليوم، خلاص تحسب لي التاكت تايم والسايكل تايم والليد تايم، انت حر. قدامك مثالين على الفاليو ستريم مابنج، مثال الكفاءة المنشأة، والمثال الاولاني اللي احنا خدناه وشيرنا فيه مثال بتاع المهندس محمد مصعب بتاع التاكت تايم والسايكل تايم والليد تايم، لك مطلق الحريه. المهم عايزك تبعت لي لمكان عملك الفاليو ستريم مابنج بتاع مكان عملك، وتفهمني بقى في هدر ما فيش هدر القصه دي لو هتطبق موضوع الكفاءه. في حد عنده سؤال؟ طيب انا كده مش هقدر اخش، ده كده كله وقت المحاضرة كده خلص، فبدأنا 3:30، هي الساعة كام؟ 6:15. أنا كده شرحت لكم يعني ريفيجن كامل للي فات، وشرحت لكم النهاردة الفاليو ستريم مابنج، الفاليو ستريم مابنج بثلاث صور. ده يعتبر أول تول، إحنا لسه عندنا ستة تاني. يعني لسه عندنا ستة تول تاني. أنا كنت ناوي النهاردة أشرح أربعة تولز، شرحت واحد بس هو يعتبر اصعبهم الفاليو ستريم مابنج.
يعني اصعب تولز عندي في ادوات اللين، لو انتوا حضراتكم فهمتوها النهارده، لو انتوا حضراتكم فهمتوها مني النهارده وارجو ذلك، الفاليو ستريم مابينج يعتبر اصعب حاجه في اللين مانيفاكتشرنج، اصعب حاجه في ادوات اللين مانيفاكتشرنج. تعملها اللي كاتب لي استاذ باير بيقول انا شركه مولات ذات مهام متعدده، خد لي منتج واحد واشتغل لي عليه، خد لي منتج واحد واشتغل لي عليه، ماشي، اشتغل لي على منتج واحد وشوف العمليات بتاعته ايه من البدايه للنهايه لغايه لما يبقى فاينل برودكت، بدايه من الرو ماتيريال لغايه الفاينل برودكت، واشتغل لي على منتج واحد لو انتم متعددين المهام. مش هيفرق يا استاذ باير، ماشي. لو انتم فهمتوا مني ان شاء الله الفاليو ستريم مابنج، والمحاضره الجايه فهمتوا مني ادوات الليل الثانيه، يعني احنا هناخد ان شاء الله بقى المحاضره الجايه هناخد كنبان، دي ده التولز الثاني بعد كنبان، هناخد الجاست ان تايم. كنبان والجاست ان تايم يعتبروا نظري، يعتبروا نظري. بعد كده هناخد الاو اي اي الصيانه الانتاجيه، قصدي تي بي ام اللي هي الصيانه الانتاجيه الشامله، اللي هي التوتال برودكتيف مينتيننس، التوتال برودكتيف مينتيننس اللي هي الصيانه الانتاجيه الشامله، ودي اصعب حاجه تعتبر زي بعد الفاليو ستريم مابنج، لان فيها قوانين كتير. بعد كده هناخد الكايزن، بعد كده هناخد البوكايوكي، يعني يعتبر اشد حاجه عندنا الفاليو ستريم مابنج والصيانه الانتاجيه الشامله، دول اصعب حاجه عندي في ادوات اللين. الجاست ان تايم وكنبان نظري، الفايف اس، الفايف اس وكايزن والبوكايوكي، دول الثلاثه الاخر، اخر ثلاث تطبيقات هنشرحهم، ودول يعتبروا نظري بس هناخد عليهم شيك شيت، يعني هناخد في كايزن شيك شيت، وهناخد في الفايف اس شيك شيت زي بتاع الثمان هوادر كده، والبوكايوكي دي هناخد امثله كتير، وانت هتطبق لي مثال من الامثله اللي انا هديها لكم عندك في شركتك، يبقى عشان تعرفوا الخطه بتاعت الايام اللي جايه ان شاء الله. الاسبوع الجاي هندرس مع بعض الكنبان والجاست ان تايم والصيانه الانتاجيه الشامله اللي هي التوتال برودكتيف مينتنس. خلاص، كنبان اللي هو البول سيستم، والجاست ان تايم التصنيع في الوقت المناسب، والتوتال برودكتيف مينتنس اللي هي الصيانه الانتاجيه الشامله اللي احنا هندرس جواها الاو اي، ودي اصعب يعني الحاجه الثانيه اللي في درجه الصعوبه بعد الفاليو ستريم مابنج. عشان كده قلت في اول المحاضره ان الفاليو ستريم مابنج يعتبر اهم نوع عندي في ادوات اللين، عشان كده بدات بيه، عشان كده انا بدات بيه. الفايف اس والكايزن، الفايف اس والكايزن والبوكايوكي دي تطبيقات نظري، بس هناخد على الكايزن والفايف اس شيك شيت عشان تطبقه في مجال عملك، والبوكايوكي هناخد حوالي 6-7 امثله هتطبقها برضه في مجال عملك في مثال واحد، ويبقى كده خلصنا المنهج. يعني ان شاء الله قدامي محاضرتين، المحاضره الجايه بتاعه ان شاء الله السبت الجاي اللي هندرس فيها كنبان والجاست ان تايم والتوتال برودكتيف مينتيننس، والمحاضره الاخيره هيبقى الكايزن والفايف اس والبوكايوكي اللي هي السبت اللي بعد اللي جاي ان شاء الله. يبقى كده خلصنا منهج اليوم. في حد عنده اي سؤال في محاضره النهارده؟ فهمتوا؟ يعني اللي فهم كده يفرحني كده قبل ما نخلص ويقول لي فهمت. اللي ما فهمش بقى يعني احنا بيتهيألي عدنا المعلومات اكثر من 3-4 مرات. الله يعطيك العافيه باشمهندس اسامه، يا ما شاء الله عليك، يعني معلومه بتكررها اكثر من مره. يعني شفت بقى هندسه الواحد بيتعب ازاي في الكورس، يعني عشان خاطر اللي هيقول لي بعد كده مش هعمل، انا مش هديله ال 20 درجه بتوع الهوم وورك،
يعني اللي مش هيبعت لي التقرير بتاعته اللي انا بطلبها على التعب اللي انا بتعبه ده، انا هخصم منه ال 20 درجه بتاع الهوم. الله حقك، صحيح، الله يعطيك العافيه. تمام، جزاك الله خير. هترجعوا بقى عشان تاخدوا الحضور بتاعكم وربنا يسهل الحال ان شاء الله الاسبوع الجاي، واشوفكم على خير ان شاء الله. وياك ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه.